وبداية أسبوع جديدة يعني بداية مميزة، يعني تغطية مختلفة. بس قبل ما نبدأ تغطيتنا خلونا نذكركم التصوير من فرج التحرير من نهاية شارع 60 بجوار الأحوال المدنية الجواد سنتر، ووضح لكم قد إيش تغطيتنا راح تكون مميزة من بدايتها، يعني تغطية غير بداية. راح نبدأ في قسم السيراميك، وصلنا طقمين مختلفين للمائدة، التفاصيل جدا مميزة. شايفين معايا جمال القطعة اللي وصلتنا، الشكل المربع في هذا الستايل المميز، عندنا هنا الشكل الدائري والزبديات أحجامها المختلفة. هتاخذوا ما بين القطعتين وما بين القطعة، وبسعر 5.75 ريال. وعندنا هنا الزبديات الصغيرة الثلاثة قطع. الأكثر فينا بيستهلك الصحون الدائرية وبيستخدمها بشكل يومي، ووفرنا لكم منها ثلاثة أحجام. راح تجيكم غويطة شوية، راح تاخذوا القطعة بسعر 5.75 ريال. بعد الصحون المربع حكاية تانية وتفاصيل مميزة. عاد هذه تقدر تنسقي معاها اللون الأبيض، اللون الأسود، اللون الرمادي، وراح تكون جدا مميز على طاولة الطعام. وصلتنا بحجمين مختلفين، الحجم الوسط واللي أصغر منه بتكة، وراح تاخذه القطعة بسعر 5.75 ريال. زبديات السلطات، زبديات الفواكه، وشكون جدا مميز على طاولة الطعام. وصلتنا بحجمين مختلفين، الحجم الوسط واللي أصغر منه بتكة، وراح تاخذه القطعة بسعر 5.75 ريال. زبديات السلطات، زبديات الفواكه، والشوربة وفرنا لكم هي بالحجم الكبير. شايفين معايا قد ايش تفاصيل الفخم مميزة، راح تاخذ القطعة بسعر 5.75 ريال. ما بننساكم من عروضنا المميزة، عروضنا التوفيرية من نفس الطقم، راح تاخذوا اللي هي الزبديات بالحجم الصغير وبسعر 5.75 ريال ثلاثة قطع. وشايفين ميزة الطقم هذا كامل، انه بيدخل الميكروويف والفرن وغسالة الصحون كمان، يعني إبداع أكثر من كذا، وتفاصيل وجودة وسعر مميز ما راح تحصلوه. وهنا إيش يا ترى؟ هنا تفاصيل أنيقة، تفاصيل كتكوتة ورايقة بنفس الوقت. شوفوا معايا جمال الألوان، شايفين معايا قد إيش الطقم سيمبل وبنفس الوقت فخم. ووفرنا لكم منه أحجام مختلفة ومتعددة، ما بين دائري وما بين مربع وما بين زبديات. راح أحصل لكم الأحجام جميعها في السنابات الجاية. هنا الصحون الدائرية اللي تجيكم غويطة بهذا الشكل، طبعا راح تجيكم بثلاثة أحجام، وفرناها الحجم الكبير والحجم الوسط. راح تاخذوا القطعة بسعر 5.75 ريال، واللي أصغر منهم بشوية راح تاخذوا القطعتين بهذا الشكل وبسعر 5.75 ريال. طبعا الطقم بيدخل الميكروويف والفرن وغسالة الصحون. الصحون المفروده من هذا الكوليكشن وفرنا لكم هي وبعرض رهيب، راح تاخذوا القطعتين وبسعر 5.75 ريال، وحجمها راح يجيكم متوسط. الصحون المفروده من هذا الكوليكشن وفرنا لكم هي وبعرض رهيب، راح تاخذوا القطعتين وبسعر 5 ريال. بالنسبه لصحون الحلا، الصحون الصغيره وفرنا لكم هي بعرض كمان، راح تاخذوا الثلاثه قطع وبسعر 5.75 ريال. بالنسبة لصحون الحلا، الصحون الصغيرة وفرنا لكم هي بعرض كمان، راح تاخذوا الثلاثة قطع وبسعر 5.75 ريال. صراحة ما تخيلت ولا توقعت انه الاقي هذا المنتج بالجودة الجميلة والسعر الخرافي، واتوقع انكم زيي متفاجئين. لكن شركة عالم الوسام ما بتخلي شيء الا وبتوفره، والاهم من هذا بالجودة والسعر الرهيب. طبعا هذه ايش؟ هذه قاعدات لتثبيت الشاشات، وفرنا لكم هي بحجمين، عندنا هنا من 16 الى 32، والحجم الثاني راح يجيكم من 26 الى 32. وتخيلوا معي السعر، عاد راح تاخذوا القطعة وبسعر 5.75 ريال. لكل اللي طلبوني أصور لهم مراكن الزرع، واللي بيحبوا يضيفوا الجمال للأحواش، شوفوا معاي الأحجام اللي وفرنا لكم هي من أكبر حجم إلى أصغر حجم.
جميع الأحجام اللي راح تحتاجوها متوفرة في هذا القسم، والسعر الرهيب راح تاخذوا القطعة بالحجم اللي أنتوا بتحبوه وبتفضلوه وبسعر 5.75 ريال. ما تاخذوا المراكب لا تنسوا تمرونا في قسم المعدات وتاخذوا رشاش الزرع، وراح تاخذوا القطعة بسعر 5.75 ريال. ما تاخذوا المراكب لا تنسوا تمرونا في قسم المعدات وتاخذوا رشاش الزرع. وصلنا لقسم التنظيم والمنظمات، يلا تعالوا نشوف الجديد اللي واصلنا اليوم. راح تحصلوا كل اللي بتحتاجوه سواء لتنظيم الدواليب، الأدراج، الثلاجات في هذا القسم الكبير والمتكامل. والمنتجات الرهيبة في قسم التنظيم والمنظمات، المجفف السيليكون القابل للطي، طبعا هذه يا بنات اللي ما عندها مساحة على المغسلة لتجفيف الصحون والكاسات تاخذ المجفف الرهيب هذا، بعد ما تخلص راح يكون بهذا الشكل بحيث تحفظه في اي مكان وما بياخذ حيز. بصراحة منتج جدا عملي ورهيب، وراح تاخذ القطعة بسعر 5.75 ريال. وصلت المنظمات الإكريليك، ووصلت المنظمات اللي بتفك أزمة في الدواليب والأدراج، لتنظيم الملاعق، الشوك، لتنظيم البكل، لتنظيم المكياج، الإكسسوارات وعدة استخدامات. وفر لكم هي بهذا الشكل، وعندنا هنا الشكل الثاني راح يجيكم مقسم وبالشكل المربع وبهذا الشكل. طبعا هذا الشكل ينفع للثلاجة لأنه فيه مسكة بهذا الشكل، راح تاخذه ما بين القطعتين وما بين القطعة وبسعر 5 ريال لو 75 هللة. هذا المنظم للمطبخ في الأدراج، كنت تطلبوه بالحجم الكبير ووفرنا لكم هو باللون الأبيض، تنظيم السكاكين، تنظيم ملاعق الغرف، ملاعق الأكل وعدة استخدامات. راح تاخذوا القطعة بسعر 5 ريال و75 هللة. هذه من المجففات المميزة واللي بتفيد أصحاب المساحات الصغيرة. تعالوا خذوا المجفف هذا، راح يجفف لكم الصحون والسكاكين وما بياخذ حيز. راح تاخذوا القطعة وبألوع مختلفة بسعر 5 ريال و75 هللة. شايفين هذه السلة ممكن تنظموا فيها أدوات التنظيف، راح تفيدكم بشكل كبير، بتحطوها في مكان واحد، بتوفر بعدة ألوان وبسعر 5 ريال و75 هللة. هذا القسم الكبير والمتكامل لقسم الكروانات بأحجامها المختلفة، من أكبر مقاس إلى أصغر مقاس وبألوان مختلفة. شايفين معايا؟ شايفين ما شاء الله تبارك الله قد إيش الحجم كبير والسعر واحد. راح تاخذوا القطعة وبسعر 5 ريال و75 هللة. السلات اللي بتجي بهذا الستايل مره حلوه، بتنظم لك جميع اغراضك وجميع القطع الصغيره. عندنا هذه بتقدر تستخدموها في الثلاجه، وعندنا الشكل الثاني بتقدر تستخدموها في الادراج والدواليب، بتنظموا البكل، الشراريب، الاكسسوارات وعده استخدامات. راح تاخذوا القطعه وبسعر 5 ريال و75 هللة. قسم الصفايات قسم جدا كبير طبي واختياري، شيء بيجي من دون ماسكه وشيء بيجي بماسكه بهذا الشكل، وعندنا احجام مختلفه ومتنوعه، والميزه الحلوه فيها انها قابله للطي، ما بتاخذ مساحه في الدولاب. راح تاخذوا القطعه بسعر 5 ريال و75 هللة لتصفيه الخضار والفواكه. تذكروا هاي السلات القديمة، سلات النزهات، وفرنا لكم هي بثلاث ألوان مختلفة، اللون الأزرق، الأحمر والبني، بسعر 11 ريال ونص. بصراحة كانت جدا مفيدة وبتشيل جميع أغراضنا. الطاولة اللي دائما بيسألون عليها كل ما صورت قسم المنظمات برضه متوفرة عندنا، لتنظيم الدولاب، لتنظيم الكاسات، واستخدامات جدا متعددة حتى حلوة للتقديم. راح تاخذوا القطعة بسعر 5 ريال و75 هللة. شاركونا استخداماتكم لهذه الطاولة. عاد قسم سلات التنظيم، بس هذه السلات الكشخة اللي ممكن تحطيها في دولاب مكشوف،
متوفرة عندنا بعدة أشكال مختلفة وبسعر 5 ريال و75 هللة، والأحجام أيضا مختلفة. أنا صورت لكم بعض القطع المتوفرة في قسم التنظيم، لكن ما شاء الله تبارك الله القسم جدا كبير ومتوفرة فيه جميع احتياجاتكم، والأحلى من هذا إنه السعر واحد، رح تاخذوا القطعة وبسعر 5 ريال و75 هللة. القطعة الجديدة اللي وصلتنا في قسم التعليقات، القطعة هذه راح تجيكم اللي هي مع بعض بعدة أشكال مختلفة. شوفوا معي الأشكال عاد هذه مرة حلوة تعلقوها في المطبخ، وعندنا هنا الأشكال الثانية هذه عليها طلب جدا كبير اللي تجيكم كل قطعة لحالة وجميعها قابلة للصق. طبعا اللصق اللي فيها مرة قوية بنات وثابت، أنا مجربتها. توفر عندنا بعدة أشكال مختلفة لغرف الأطفال، لغرف النوم، للمداخل، المجالس، وستايلات جدا مميزة حتى ستايل الحروف العربية وفرنا لكم هو في التعليقات. شايفين معايا قد إيش القسم كبير وبيناسب الجميع، وراح تاخذوا كل قطعة وبسعر 5 ريال و75 هللة بهذا الشكل. وفرنا لكم اللي كنتوا بتطلبوه علاقة دورات المياه وانتوا بكرامة للمناشف، رح تجيكم معدن بهذا الشكل مع القاعدات البلاستيك لتعليق المناشف والملابس بسعر 5 ريال و75 هللة للقطعة. هذا الجمال تقدروا على هذه التفاصيل، تقدروا على جمال اللون الذهبي، بصراحة شيء ما بيتقاوم. واصلنا اليوم في الدور الثاني في قسم التحف والهدايا، المرايات الرهيبة هذه اللي بتتعلق وبأشكال مختلفة ومتنوعة. شايفين معي الأشكال اللي توفرت عندنا رهيبة رهيبة، وإضافتها في المدخل راح تكون بشكل ولا أروع. راح تاخذ القطعة بسعر 5 ريال و75 هللة.